صباح الخير. الفيديو ده انا عاملاه رد على بعض اسئله كده، منها اسئله غريبه ومنها اسئله واقعيه ومنها اسئله جميله ومنها كومنتات مهببه. سيبك من شكلي، انا صاحيه من النوم بقى ايه سخنه كده، عايزه ارد على طول يعني، فانا هرد على كل الاسئله. في اول سؤال، استنوا بس اما بتاع الروبابيك هيعدي علشان صوته. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، دي مروه شقه جوازك؟ ايوه حبيبه قلبي، دي شقه ابو ريم ودي شقه الزوجيه. في بقى تعالوا نشوف بعض التعليقات. يعني اول حاجه الاباجوره دي ايه ده؟ دي بتاعت اوضه نوم. اول حاجه مش عارفة، أنا مش عايزة أرد رد بقى يضايق الناس التانية وأقول روحي ادرسي ديكور أو ادرسي أساس ومفروشات أو يعني أو 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 مش عايزة أرد مثلا أقول لك إيه اقعدي على جنب، مش هرد عليكي أصلا، بس برضو لا هرد عليكي. يمكن أنت معتقدة كده وما تقصديش إن أنت تبقي بتقولي الكومنت بقى إن هو بايخ. يعني إزاي دي بتاعت أوضة نوم؟ ها أنا هوريكي حجمها من حجمي. ازاي دي بتاعت اوضه نوم؟ دي اطول من حياتي، يعني بصي طولها قد ايه. طيب دي انا في الاساس جايباها من مفروشات المطلق في السعوديه، تمام؟ كنت جايباها مع الصالون بتاعي اللي هناك، المجلس اللي في السعوديه، المجلس كنت جايباه من قصر السرايا. خلاص كانوا طقمين، يعني الصالون بتاعي يا جماعه مش صالون واحد كنبتين وكرسيين، لا الصالون بتاعي اربع كنبات واربع كراسي، كنت جايبه طقمين، هم نازلين طقمين ساعتها يعني من كذا سنه. فدي حبيبه قلبي مش بتاعت اوضه نوم ابدا. بالنسبه بقى للحمره اللي في اوضه النوم، ازاي مش لايقه على اوضه النوم؟ ازاي وهو في ورده اصلا في ورق الحائط لونها نبيتي والستاره نبيتي، وكمان ان بيتي بيليق مع البيج. انا اهو بصي طاقيتي حمراء مع البيج لايقين مع بعض ازاي؟ تحسوا ان انا والاباجوره كده يعني شعبان عبد الرحيم، انا بلبس لون الكنب بتاعي انا الله يرحمه. فخلاص بقى انا خليتها هنا، لان في كومنت جالي جميل جدا قالت لي استني يا مروه لما تجيبي الصالون بتاعك وبيحطيها رجعيها مع الصالون مره ثانيه يعني، فانا حطاها بس هنا كده مؤقتا. طيب في واحدة قالت لي بيتك قديم، أرد عليها أقول لها عجبني جميل، وأرد على ناس بقى كتير جدا ممكن يكون بيتوارد إلى خواطرها أو يتوارد إلى ذهنها إن هي تقول نفس الكلمة يعني، فأنا هوفر عليهم إن هم يقولوها. أولا أنا نزلت فيديو روتين تنظيف، بنظف الشقة يعني تحت وفوق، ما نزلتش فيديو بعنوان ادوني رأيكم شقتي حلوة ولا مش حلوة، جديدة ولا قديمة، ولا قلت لكم انا مش عاجباني، طب ايه رأيكم، طب انا مترددة، لا 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 خالص، شقتي عاجباني جدا 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 جدا. انا واحدة كلاسيكية وحتى بصوا دي مودرن، المكتبة اللي ورايا دي مودرن، حطها مع حاجات كلاسيك، انا بعرف ادمج كويس وامزج الكلاسيك مع المودرن. في عسولة قالت لي انقلي بقى النيش مع السفرة، اه طبعا هيتنقل مع السفرة، بس في واحدة كانت كاتبه لي فكرة كده احطها تحت النيش وانا بنقله علشان يبقى سهل، فطبعا كله هيتلم. واخر حاجة وصلنا لها في موضوع السفرة ان النيش ده هو اللي هيتحط هناك في الحيطة اللي فيها ورق الحائط. اه بالنسبة لورق الحائط، الواحدة بتقولي شيلي ورق الحائط، انا مطلبتش رأيك، ده ورق الحائط ده اصلا منتهى الشياكة، منتهى الشياكة. وكمان عايزه اقول لك ان جه عليه سنه من السنين ما بقاش حد بيركب ورق حائط. دلوقتي احنا في الوقت اللي كل الناس بتركب ورق الحائط، عايزه اقول لكم ان في يوتيوبرات كتير جدا في الوطن العربي، الحمد لله يا رب فضل ونعمه من ربنا، اخذوا مني افكار ونفذوها في بيوتهم، لدرجه حتى ادوات المطبخ. يعني انا سعيده جدا سعيده جدا جدا ان انا ذوقي يبقى موجود في بيوت ناس كتير حتى اليوتيوبرات. خلوني اقعد عشان اكمل. حتى اليوتيوبرات الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. وطبعا في يوتيوبرات كده ممكن تلاقوا بيوتهم حتى شكل البيت بتاعي في السعوديه، يعني انت ممكن تبقي بتتفرجي تقول لك ايه جبت مثلا كذا في شقتي، وانت بتتفرجي
فجأة كده تيجي في بالك تمر على مخيلتك عالم مروة، تحس ان في دم عالم مروة في شقة اليوتيوبر ده. فالحمد لله ذوقي انا واثقة فيه جدا جدا جدا. انا ما درستش ديكور ولا بفهم في الديكور كدراسة، انا كمروة معرفش في الديكور نظري، اعرف يا عملي وعندي عين اقدر اميز بيها دي حلوة مع دي ولا لا. فورق الحائط ده نازل وبقوة وبقوة، الشكل اللي انا جايباه في منتهى الشياكة والجمال والاناقة، والعسل عسل 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 عسل، فخامة فخامة فخامة. فانا مش هدريب النيش، الحيطة اللي هناك دي اكبر من النيش بكتير قوي، اكبر من الحيطة اللي وراكم دي، فانا كنت حاطة النيش والحيطة باينة. اوكي فخلاص التكييف باذن الله المهندس صاحب ابو ريم هينقله لي في الحيطة التانية، حتى على الاقل ايه اللي هيحصل الفوايد، ان المواسير بتاعته بدل ما هي باينة كده في وش اللي قاعد هتتنقل هنا، هنا هتبقى ورا العمود اللي طالع ده من الدارية، هتبقى ماشية فوق الحيطة بتاعة الحمام، وممكن كمان تتعمل من جوه الحمام اعزكم الله، هيتركب هنا التكييف. فخدت المقاس ارتفاع الجبسن بورد وارتفاع النيش، لقيت ان لا مش يعني مش هيمنع ان النيش يتحط في الحيطة دي، فخلاص هو هيتحط في الحيطة دي. طيب ليه بقى انا بقول كده؟ علشان اللي داخل من باب الشقة اهو، انتي هنا باب الشقة اهو، وانتوا داخلين من باب الشقة كده ما تبقوش شايفين جنب نيش، لا تبقوا شايفين بوفيه بالمراية بتاعته، بعد كده نشوف هنا الجنب بتاع النيش. دي حاجة. الحاجة التانية المراية بتاعته لما تتحط هنا تدي وسع كده بقى ايه للريسبشن. ده بالنسبة لنقل النيش السفرة وورق الحائط والذوق وكده. في حاجة تانية، في واحدة بتقول لي الانتري بتاعك، انا قلت الانتري اسمه انتري، انتري الانتري بتاعك قديم، موديله قديم وعفشك وسفرتك قديمة غيريهم. طيب تمام، انا ما عنديش اي مشكلة، انا بحب جدا التغيير وبحب جدا اشتري اساس، ابعتي لي وانا غير، انا ما عنديش اي مشكلة خالص ان حد يشتري لي الحاجة على حسابه خالص، يعني انت بتتكلمي والكلام سهل. طيب الفعل بقى، بخصوص الفعل ايه اخبار الفعل؟ ثانية واحدة اخد بق نسكافيه، تعالوا اشربوا معايا يا جماعة. ف من ناحية الناس اللي بيقولوا لي غيري غيري غيري، هو اوردرات بتدوها مثلا، يعني الناس اللي بتحط اوردرات كده وانا انفذ، طيب ماشي، ما التنفيذ ده محتاج فلوس يعني. ف مع ان انا عاجبني، انا مش عايز اهو، انا عايز اغير الانتري بصراحة. فاللي بيدوا اوردرات وبيدوا اوامر ان غيري الانتريه وكده خلاص اوكي انا معاكم، ما عنديش اي مشكله، كلفي وانا تحت امرك، اروح اغيره من الصبح اول ما توصلني الحواله، او اول ما تقولي لي هيوصلك الانتريه افتحي الباب هفتح عادي جدا، جميل انا اتمنى يعني. بالنسبه بقى للستاير، انتوا عارفين انا قايله الكلام دوت من زمان، يعني ان مع الصالون بقى باذن الله هتبقى تتغير. ف نرجع لموضوع ان عفشك قديم او بيتك اللي في السعوديه احلى وبيتك ده مش عارف ايه، والله العظيم انا باكد مرارا وتكرارا، انا لما عملت فيديو روتين، عملت روتين اول روتين تنظيف في بيتي، والله العظيم كان هو ده عنوانه، مش عنوانه مقارنة أيهما أحلى، بيتي في السعودية وعلامة استفهام أم بيتي في مصر وعلامة استفهام. فطبعا بيتي أنا معجبة جدا بيه، بالعكس أنتوا زودتوا حبي ليه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بحب بيتي جدا لأن كل حاجة فيه أنا مختارها بنفسي، وبعدين الكلاسيك عمره ما بيبطل، ده بقى ايه يعني، دي حاجه بقى ايه فايده في الفيديو للناس اللي بتاسس. انا بحمد ربنا ان الصالون اللي في السعوديه انا ما عملتوش شامبين، الشامبين قعد له ايه سنه سنتين بعد كده خلاص،
فبنرجع تاني نجيب المذهب وبنرجع تاني نجيب البني. فالحمد لله انا كنت عاملاه اللون البني. بالنسبه للسفره، الكراسي مثلا بتاعت السفره دي ولا محتاجه يتغير لها قماش ولا اي حاجه، القماش زي الفل في منتهى الشياكه، في منتهى الشياكه. السفره دي انا كنت جايباها من عند العمر، مفروشات العمر في الرياض، ناس كتير جدا تعرف، وغالي على فكره مش رخيصه، وما كنتش جايباها في تخفيض ولا اي حاجه. انما الصالون هو اللي انا كنت جايباه في تخفيض. الصالون كان والله ما فاكره، لا مش فاكره خالص، لانه كان من حوالي 9 سنين، ففعلا مش فاكره. ولكن انا كنت ساعتها جايباه بتخفيض تقريبا 40% او حاجه زي كده، فبس برضو كان غالي لانه هو طقمين مش طقم واحد. ايه كمان عايزه ارد على ايه كمان؟ في بنات قالوا لي بيتك جميل قوي. طبعا حبايب قلبي، ربنا يجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري في الكومنتات. حتى لو انتوا قايلين الكلام ده وهو مثلا البيت مش عاجبكم، برضو انا ما نزلتش الفيديو عشان اقول يا ترى راي الناس في بيتي ايه، ولكن الكلمه الطيبه صدقه، والراي اللي انتوا قلتوه طبعا على راسي، وكلامكم الجميل على راسي، الف الف شكر ليكم. و يعني انا ما كنتش بهتم ان انا افرش البيت هنا لان انا مش مستقر هنا، لكن طبعا يوم ما استقر اكيد 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 ان البيت دوت هيبقى عبارة عن قصر، يعني ده اللي انا متأكدة منه. بس في ايه تاني عايزين تسألوني كنتوا سألني عليه؟ لا، هما كانوا يعني كل الكومنتات تتمحور حول ان بيتك موديله قديم، بيتك كلاسيكي، بيتك غيري مش عارف ايه، فانا رديت على كله. بالنسبه للقديم عجبني، بالنسبه لغيري ادفعي، بالنسبه للاباجورات دي مش لايقه اقعدي على جنب، بالنسبه ل بس خلاص انا حبيت اصبح عليكم والله العظيم، وكمان عشان ابقى رديت على كل الاستفسارات. في بنات سالوني عن المبخره، المبخره منين؟ المبخره دي من السعوديه، كنت جايبها من محل في سوق اسمه سباله، سباله بالسين، سباله لحسن حد يفتكرني بقول زباله ولا حاجه، لا من سوق اسمه سباله، ده سوق جمله في طريق الملك فهد. يعني محلات حلوة فيها أواني منزلية حلوة، هي غالية شوية، كانت بحوالي 150 ريال. ممكن تلاقوا بقى حاجات عند السيف جاليري برضو في التخفيضات اللي موجودة، ومع إني أشك إن التخفيضات ما زالت موجودة. طيب قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تسألوني عن إيه. وبالنسبة لذوقي في اختيار أي حاجة في البيت، أنا طبعا اي حد بيجيب حاجه في بيته بيبقى اكيد جايبها وهو مقتنع، فارجو من بعض الناس في حاجات ما ينفعش اننا يعني نمد بوزنا كده فيها ونتدخل فيها، لان بيبقى شكلنا وحش قوي، يعني مش للدرجات دي. يعني في ناس قالوا لي على موضوع وانا باكل لما جبت طعميه وكده، في واحده بتقول لي انت مالك محسسانه كده انك ايه؟ انك سايحه. فانا طبعا رديت عليها قلت لها روحي انت سيحي على جنب، سايحه في ان انا باكل طعميه، فان انا مستغرباها، بالعكس ما كنتش مستغرباها، ده انا كنت سعيده جدا جدا بيها لانها اجمل اكله باكلها في على مدار السنين، اجمل اكله في الكون واحلى اكله في التاريخ. وسبحان الله نفسيات، يكفي بس ان ربنا مدينا النعمة الجميلة ديت. رغم على فكرة انا عايزة اقول لناس كتير قوي، مطاعم الاكلات الشعبية ما بقتش رخيصة يعني للدرجات دي، فهي برضو بفلوس يعني، فمش عارفة يعني ايه وجهة نظرها في ان انا مثلا متكبرة مثلا. فبالعكس ده بشارككم معايا وانا بفطر، ده انا حتى بعد شوية هنزل لكم وانا باكل اكسسوارات البهيمه. فاكرين اكسسوارات البهيمه؟ نزلت في كرش البهيمه، طلعت في الشتاء وكرشتها والممبار، وهنزله لكم الفيديو اللي بعد ده على نفس القناه هنا يعني. فانا بشارككم معايا كل لحظاتي الجميله
في مصر ولحظاتي اللي مش جميلة في مصر، بس إن شاء الله إن شاء الله كلها هتبقى لحظات جميلة بإذن الله. وبيتي عاجبني جدا ومبسوطة جدا جدا بيه، ربنا يا ربي يديم الرضا عليا. إن البني آدم لما بيبقى راضي عن نفسه وراضي عن اللي ربنا بيديهوله ربنا بيبارك له فيه. لكن الناس اللي بتبقى مش راضية عن حياتها ومش راضية عن عفشها ومش راضية عن مش عارف ايه، عمر ربنا ما هيبارك لك في حاجة. فهتبقي هتفضلي طول الوقت تغيري تشيلي دي وترميها وتيجي في الآخر عمرك ما هتبقي شايفة بيتك حلو. لكن أنا راضية عن كل قطعة أساس محطوطة في بيتي، أنا سعيدة جدا 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 بيه. ربنا يا رب يديمها عليا نعمة، وربنا يديم عليا الناس المحترمين الجميلة في القناة نعمة كده دايما في حياتي. وصباح الفل، أشوفكم مع اكسسوارات البهيمة. باي باي.